ينضم الينا من تونس ياسر دبابش مراسل الغد، مرحبا بك معنا ياسر. ابرز ما جاء في تصريحات سعيد وما اراد ايصاله من رسائل. نعم محمود، بالفعل يعني الرئيس قيس سعيد ظهر مجددا ليتحدث هذه المرة عن القانون الانتخابي الجديد ويدافع عن هذا القانون، وتحدث عن أبرز نقاطه بالنسبة للتصويت على الأفراد، منتقدا بشدة القانون الانتخابي القديم، وقال بأن حان الوقت لمحاسبة ما وصفهم وأسماهم باللوبيات. إذن في ظل الحملة المقاطعة من عدة أحزاب سياسية تعارض خارطة الطريق التي أطلقها الرئيس قيس سعيد بالتدابير الاستثنائية وحل البرلمان الذي كان يترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، يعني الرئيس قيس سعيد يدافع عن القانون الانتخابي الجديد، وأيضا قال من كانوا أعداء بالأمس يختلفون أصبحوا اليوم أصدقاء، مستغربا في ذات السياق ما وصفه الخلاص، وقال من الخلاص، وفي إشارة ربما إلى ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني التي تتهم مؤسسة الرئاسة والقيادة التونسية وعلى رأسها الرئيس قيس سعيد بالديكتاتورية وانتهاج نهج يعني مخالف للشرعية الدستورية كما تقول ما تسمى بجبهة الخلاص الوطني. الرئيس قيس سعيد كذلك تحدث عن الخيارات التي انتهجتها مؤسسة الرئاسة بعد 25 يوليو، وقال بأن هناك مسارا تصحيحيا تنتهجه القيادة التونسية. شدد على ضرورة مبدأ المحاسبة، وقال بأن وقت ومجموعات اللوبيات انتهت ويجب أن يتم محاسبة طبعا هذه الفئة. يبدو طيب ياسر، من وجهة نظر الرئاسة والرئيس سعيد، هذا التباين في وجهات النظر والاختلاف مع قانون الانتخابات وما أثير من مسائل فيه، هل يعتقد بأنه هناك ضرورة لإطلاق حوار مجتمعي لتلافي ربما أي ربما تقليل في شرعية هذه الانتخابات بعد إجرائها؟ يعني ربما بديهيا محمود هو وقت الحوار قد انتهى فعليا قبيل الاستفتاء على الدستور الجديد، دستور الجمهورية الثالثة، لكن دعنا نتحدث هنا عن نقطة في غاية الأهمية. الرئيس قيس سعيد في كلمته الأخيرة قال بأن من أقصى نفسه فليتحمل مسؤولية ذلك، بمعنى آخر بأن الطريق مفتوح أمام الجميع للترشح وللمشاركة في الانتخابات، ولكن إذا ما تحدثنا مثلا عن ما تعرف بجبهة الخلاص الوطنية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية، فهنا موقف هذه الجبهة واضح، لكن هناك أيضا أحزاب سياسية أخرى معارضة لا تقل عن 5 أحزاب سياسية، من بينها التكتل والجمهوري وحزب العمال والقطب، جميعهم أعلنوا مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة، وكذلك شنوا هجوما لاذعا على الرئيس قيس سعيد وانتقدوا القانون الانتخابي الجديد، متحدثين بأنه يعرقل يعني مشاركة مختلف التيارات السياسية في البلاد. بالتالي هناك حديث كان من قبل بعض المراقبين والمتابعين بأن موقف هذه الأحزاب لن يؤثر على نسبة وحجم الإقبال من قبل الناخبين التونسيين في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك نظرا لأن معظم هذه الأحزاب ليس لها ثقل ووزن كبير وثقيل في الشارع التونسي. وهنا الحديث، وربما الرئيس قيس سعيد يراهن على شعبيته الكبيرة من قبل التونسيين، ولا سيما فئة الشباب التي تعتقد بأن الرئيس قيس سعيد قد أنهى حكم الإخوان لمدة 10 سنوات، والذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية والأمنية والصحية وغيرها من الملفات التي باتت تمس حياة المواطن التونسي. بالتالي هناك عدد كبير وفئة كبيرة من
التونسيين تساند مؤسسة الرئاسة وقرارات الرئيس قيس سعيد وخارطة الطريق التي انتهجها، بغض النظر عن يعني التجاذبات السياسية ومواقف الأحزاب المختلفة وخاصة منها المعارضة لحراك ولمسار 25 من يوليو في الصيف ما قبل الماضي.